يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الأفضل أن ينوع المرء في قيامه، فتارة يقوم من أول الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره، وأن هذا هو الأفضل هو التنوع، فهل كلامه صحيح؟ لا، ما هو الأفضل، لكن هو لا بأس ينوع، ولكن ما هو الأفضل، الأفضل آخر الليل، الأفضل جوف الليل وآخر الليل، هذا هو الأفضل. خير القيام قيام داود، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقوم في جوف الليل، هذا أفضل. نعم.